السلام عليكم. تحدي اتمنى انكم توصلوه للشايب العايب اسامه فوزي في اطار محاولات الصاق اللي حصل في الاردن في السعوديه والامارات، طبعا من باب التشويه، وده استجابه لتعليمات اسياده في قطر اللي بيدفعوا له دلوقتي عادي بعد سنين وسنين، وهو بيجيب في سيره اعراضهم وبيشتمهم واحد واحد وواحده واحده. عادي عادي، ما هي الخيانه بتخلي الانظمه تنسى ان في حاجه اسمها كرامه وشرف. بس ما علينا، مش موضوعنا. جاي أسامة فوزي علشان يقول لنا ما حصل في الأردن هي محاولة انقلابية بترتيب إسرائيلي إماراتي سعودي وبالاتفاق مع حمزة. ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة من فضلكم لو سمحتوا، بالراحة بالراحة، بالدور بالدور. المؤامرة على الملك عبد الله بحسب كلام أسامة فوزي من أيام ترامب وكوشنر، حلو الكلام ده. وبحسب كلام أسامة فوزي برضه بايدن هو اللي كشف المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية السعودية الإماراتية الدحلانية للملك عبد الله، وبالتالي الملك عبد الله قام بالإجراءات اللي كلنا عارفينها. الله يخرب مش بيتك يا أسامة فوزي، ده الله يخرب بيت اللي بيصدقك وبيسمعك أساسا، لأنه لا يمكن يكون عنده مخ بني آدمين، أقسم بالله. يالا انت بتستلذ باستحمار الناس اللي بتتفرج عليك، طالما الخطه من ايام عهد ترامب علشان ما يسمى صفقه القرن اللي هي لصالح دوله الزفت الصهاينه اللي اسمها اسرائيل، طب ليه ما نفذوهاش في زمن ترامب؟ يالا بلاش دي. يعني بايدن رئيس امريكا، رئيس امريكا يالا بيكشف خطه حطها رئيس امريكي قبله فيها مصلحه لاسرائيل. هو انت ما سمعتش بايدن وهو بيقول انه صهيوني ومؤمن بالصهيونيه وانه لو ما كانش في حاجه اسمها اسرائيل لخلقنا اسرائيل في المنطقه؟ يقوم بايدن عاشق الصهاينه يجامل الملك عبد الله ويكشف له خطه انقلاب اسرائيل مشاركه فيها وليها فيها مصلحه، ويرجع تاني اسامه فوزي ذات نفسه، يا جدعان ذات نفسه، علشان يقول ان اسرائيل هي اللي كشفت خيوط المؤامره للملك عبد الله. احتارنا يا قرعة، منين نبوسك ولا نتف عليك بمعنى أدق. وطبعا السعودية والإمارات ملطوطين في كلامك من باب التشنيع وربطهم بإسرائيل زي ما تعليمات كفيلك القطري بتقول. طبعا ما تقدرش تنكر انك اجتمعت مع سوس وقال ثاني، اللي هو سعود قال ثاني، اللي انعدام شرف وسمح له انه يقعد مع واحد زيك بيجيب في سيرة أعراض أسرته بالباطل. يا غبي، وياللي اغبى منه بتصدقوه، اسامه فوزي بيعتبر ان السعوديه والامارات ليهم علاقه بالانقلاب، هو بيقول كده. خلوا بالكم بقى، ده الانقلاب اللي المفروض يكون لصالح الامير حمزه، بينما الامير حمزه اصلا ما بيطيقش لا السعوديه ولا الامارات ولا هم بيطيقوه. هي شيطنه وتشنيع والسلام. ولان اسامه فوزي عارف ان لا الامير حمزه بيطيق السعوديه ولا الامارات ولا هم بيطيقوه، راح حبك لك القصه. قال لك فعشان كده هم طلعوا اشاعه ان هو لا بيحبوهم ولا امه بتحبهم ولا هم بيحبوه، علشان لو اتكشفوا ما تلزقش فيهم. ولابعاد الشبهه عن الامير حمزه قامت امه بنشر عده تغريدات زي ما انتم متذكرين، فهم منها ان التغريدات كانت ضد حكام عيال زايد ومحمد بن راشد. هي السعوديه والامارات عندهم قناه اسمها الجزيره ومواقع اخباريه ومرتزقه شغالين ليل نهار تحقيد على الثورات في الاردن وغير الاردن. اقسم بالله انت بتستعبط، والله العيب كمان مش عليك يا اسامه، العيب على اللي بيعتبرك محلل، وانت اصلا صاحب خيال قذر، وحواديتك المريضه بتاعت اوض النوم والسراير هي اللي شهرتك عند اصحاب الخيال المريض اللي زيك. انت جاي تعمل نفسك خايف على الاردن وانت بقالك سنين بتحرض على بلدهم؟ طب تعالى هنا بقى للتحدي يا اسامه، وانا محمد انديل اللي بتقول عليه شمام وبطيخ ومش عارف ايه، انا محمد انديل اللي جزمتي ما استنضفش ان هي تكون تاج على راسك، بتحداك وبقولك، انت قلت للاردنيين الكلام ده؟ ايها الشعب الاردني الجميل، تاخدش معلوماتك يا حبيبي من النصابين اللي زي الصفدي ولا الصحافه الاردنيه، خذوها من الواشنطن بوست ويلا وعلى ذمتي، خذوها من الصحافه الاسرائيليه. اه طب انت بتقول للاردنيين ان واشنطن بوست والصحافه الاسرائيليه مصدقين في الموضوع ده؟ ده كلامك صح؟ حلو قوي. اسمع بقى ايدي كوهين وهو صحفي اسرائيلي ابن 60 كلب بيقول ايه؟ عاجل، التحقيقات الجاريه في الاردن تدل على تورط المخابرات العسكريه التركيه وايران وقطر وجناح من الحزب الديمقراطي الامريكي بملف الانقلاب الفاشل بالاردن. اوبا، ادي صحفي اسرائيلي بيقول لك ان تركيا وايران وقطر والديمقراطيين ورا الانقلاب. فهل تقدر يا اسامه تعتمد الكلام ده وتطلع وتتكلم مع الناس فيه؟ وبناء على كلام صحفي اسرائيلي تقول ان قطر وتركيا وايران متورطين؟ طبعا ما تقدرش. ليه ما تقدرش؟ لانك مرتزق لقطر وتخاف انه ينقطع عنك المصروف. وعلى فكره ايدي كوهين ده ابن 60
وكلامه مش مصدق بكل الاحوال، وانا مسميه فار بني صهيون من زمان، والصحافه الاسرائيليه على بعضها ملهاش اي مصداقيه عندي. بس انا بضرب لك التحدي ده والمثال ده من باب من فمك ادينك. ده انت مقرف اقسم بالله العظيم، انت نموذج للانحطاط الاعلامي والصحافي العربي. طبيعي ان في ناس بتتفرج عليك من باب التندر لانك مسخه الحقيقه، وهم طبعا ما بيصدقوش كلامك بس بيحبوا يضحكوا عليك وعلى هيافتك وعلى خيابتك. بس المصيبه بقى ان في ناس بتصدقك، وطول ما في ناس بتصدقك انا قاعد لك، ومش محتاج غير اني لما الاقي نفسي فاضي افتح قناتك واختار فيديو ليك واطلع منه قذارتك وكذبك واكشفها للناس، ومفيش اسهل من كده. بقول لك يالا معلش بجد عندي سؤال، انت بتستفيد ايه من اللي بتعمله في العرب؟ بتضرب اسفين ما بين شعوب ودول، بتحرض شعوب على بعضها وعلى بلادها، حواديتك كلها خيال مريض، ما بتقدمش شيء مفيد لوحده الكلمه والصف. وبالتالي واحلف على كده ان الامريكان مبسوطين باللي انت بتعمله من زمان، من ايام قذارتك في عرب تايمز اللي الارشيف بتاعها بالمناسبه كله موجود. والله الامريكان لو حسوا انك صاحب فكر او توجه للم الشمل العربي لكانوا سكتوك باي طريقه من طرقهم، بس واضح انه مرضي عنك عندهم وشغلك بيتم باشرافهم. خاين قذر وسخ. ابعدوا وشكم عن الشاشه لو سمحتوا علشان في حاجه ما يستحقهاش الا اسامه فوزي لوحده. ده انا ههري جلدك لاسع يا شابي عايب، وكله بالحق وبالدليل والمنطق اللي كلامك خالي منهم تماما، وكفايه لاسع لحد كده. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.